السلام عليكم. توفي ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون في حادث مرور مروع وقع صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الوطنية رقم 49 والرابط بين ولايتي ورقلة وغردية. وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن حادث المرور المميت وقع على الساعة 6:27 ونجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط وهران حسي مسعود وشاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 49 وبالضبط في النقطة الكيلومترية 109 بلدية ورقلة. وأضاف نفس المصدر أن الحادث المروري خلف وفاة 5 أشخاص و13 أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى المحلي. إنا لله وإنا إليه راجعون.